العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم من لجا والتجا إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما هو بعد ما بيض القدال والشابة أصبوا لوصل الغيب أما تصامب هبني صبرت فمن يعيد غوايا يحسب نبازي المشيب وامب ولقد وقفت فما وكفن مدامعي في دار زينب بل وكفن رضاعا فذكرت حين رأيتها مهجورة اش فيها مولاي قال فيها الغراب يردد تنعام أبيات آل محمد لما سرى منها ابن بنت محمد بعدنا يا بابا طلعت تحن فاطم وتهمل دمعة العين من سمعت على الباب بحسين نادت وهل الدمع فوق الخد سجا وش حاجتك قلي يا هل واقف على الباب جنك ما تدري عن رجالي كلهم غياب راحوا خلوك المنازلهم ظلمي قل لي وافد جان قصدك للعطية أنا ما عندي إلا عليل وبيوت خلية وراع الكرم والجود قصد الغابري وأهل العطايا لا سايلني مضوة وقل لي وافد جان عن شنو مطلبك انت ويانا وان كان قصدك للضيافه ماكو رجال راح الضيافه من المدينه قردوا شان وشايل رجاله ونسوته ورجعتهم محال والدور
كلها موحشة بعد الشياهي. يعني امشي قالت لي نعم تمشي لان الحسين من وجود كان ما مرارت حركت من هذا الدار قلبي مكسور لهذا اليوم. هي رجعت بعد قامت تتكلم ويا الدورها وردت وصاحت يا منازل جاوبي اريد انشدك يا دار ابوي وخبريني انت يعود حسين وبالدولة يجيني واصرخ ونادي يا خايف وصل حسين وياها بعد علي داخل الدار العلي موجود وياها اتكع على الجدار وقف محمد يتكلم شويه ويا العلي بعدها ينادي انا كل يوم اروح لقبر النبي والزم ضريحه وكل يوم على قبر النبي غشوه وصيحه وصيحه لرجعت بيتي زلزله وقلبي وصيحة أم البنين وفات ويا صفية بعد تروح مكان بعد قال إيه والله أروح مكان بعد ولا يا محمد ها يقول له رحت للقبر البتول البتول وقلت بازول أسمع لمين في قبر هدول القبور القبور والصيح شيبني شي عيون والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمين آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. الآية الكريمة تبين على أن هناك مرآة لأعمال الإنسان يستطيع كشفها ببصيرته. البصيرة هي المعلومات الداخلية عند الإنسان التي توصله إلى حقائق الأمور. أكو بعض الحقائق الموجودة الكامنة في ذاكرة الإنسان وفي فكر الإنسان وهو ما يقال عنها بصيرة الإنسان وهي الفكر أو وهو الفكر الكامن في عقله لإظهار البيانات الصحيحة وتقسيم المواضع بين الصحة والخطأ بين الصواب والخطأ. هذه بصيرة الإنسان نفعلها من داخله. مولاي قال على أن الإنسان يسري في هذه الحياة فهذا المجرى الذي يجريه الإنسان في هذه الحياة لعله يمر في بعض الخنادق. قال هذه الخنادق التي يصل إليه الإنسان في أعماله وما ترتب عليه في هذه الدنيا من أعمال صنعها. يقول إذا ارتمى الإنسان إلى جوانب الصواب فهو مرتم عليه يعني ماشي على جوانب الصواب وإذا سرى بأمر مغاير يعني أمر دون الصواب. قال هذه بعض الأمور والمسوقات التي هي أججت وأسست للإنسان أن يسري من خلف هذا الطريق وهو الطريق المنكر. لكن قال لعله من الدؤب التربوي سياحات تربوية لعلها غير صحيحة فتوصل الإنسان إلى مدارك الهاوية. قال لا ولعل لا هي مسوقات شيطانية والله الأب تعب على الإبن وتعب بالتربية لكن هناك مسوقات شيطانية. المسوقات الشيطانية لعله من جيرة لعله من صاحب لعله من صديق لعله
موقع لعله الى اخره. ومولاي حين تيارات التربيه كثيره، يعني تروح مولاي ترى الاب والام يجتهدون في التربيه والتعليم، هم كذلك تروح احنا نشوف التلفاز بعد الى دور، تروح الى الانترنت الى دور. اذا هناك تيارات لعلها تضرب تربيه الاب، تضرب تربيه الام، لذلك تحتاج الى المراقبه الجامده عشان ما يوقع في هذه الآلية. قال وإما تسوية النفس، النفس قابلة للشهوات، ناظرة إلى شهواتها، قال فلعلها تسوية النفس. قال إذا كانت هناك المسوقات تلك الثلاث فإنها توصله، لعلها توصله إلى هوى النفس، توصله إلى انحطاط الأخلاق، توصله إلى انحطاط العلم، توصله إلى انحطاط نبدأ. قال إذا قلنا على أنها مسوقات يمشي الإنسان من خلفها، قال إذن هناك دليل على وجود سبقي إلى هذه المسوقات. قيل وما تلك الأمور السبقية لها؟ قال قابلية الإنسان، يعني أشير أن جوانب المسوقات، قال أوضع مصطلح قابليات الإنسان. إذن ما هي قابليات الإنسان؟ احنا قلنا هاي المسوقات نضعها بين قوس هي قابليات النفس، قابليات الانسان. اذا ما هي قابليات الانسان؟ وهل ان قابليات الانسان متساويه ام هي مختلفه؟ يعني عمرو له قابليات تختلف عن زيد، وزيد قابلياته تختلف، او ان لها توزيعات الهيه متساويه ايضا؟ والسؤال يقول أو هل أن هذه القابليات الموجودة بعد تفعيلها وما يمشي من خلف الإنسان، إن مشى على طريق الحق فقد مشى وإن لم يمشي، فهل هذه المسوقات هي مسوقات نفسية أم هي من الله عز وجل، أم قد اشترك فيها الاثنين الله والعبد؟ أسئلة طويلة هنا، لذلك عشان احنا نفعل الموضوع خلينا ناخذ لنا الرواية الأولى. الرواية الأولى تقول على أن خديجة الكبرى بعثت في خدمها لأن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في قصرها، أرسلت إلى رسول الكرامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل لا تطلع هذول الجماعة قالت لهم تعالوا أنا عندي لكم كلام شوي تفضلي. قالت إذا حضر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوه في صحن القصر ولا في خواصها، فخذوه إلى دار الودائع، يعني الخزائن. سمع الله. لبى الرسول الدعوة، دعوة الخديجة هذا بعد الفقه الموجودة، لبى دعوة خديجة الكبرى، أتى الرسول. ومن عادة تثك مولاي ضيافة تكون إليها دياوين خاصة إليها، صواياوين خاصة إليها. ولكن أخذ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى دار الودائع، إلى دار الخزائن. أخبروا خديجة مولاتي ترى وصل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هي خديجة الكبرى قامت مسرعة فأصبحت تمشي من خلف الرسول، الرسول يمشي في استقامة إلى أن دخل إلى دار الخدائق، دار الخزائن. فنظرت خديجة والرسول، يعني خديجة من ظهر في ظهر الرسول يعني من الخلف، فصاحت يا رسول الله خذ ما تشاء لدعوتك. غريبة عجيبة. نظر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبل سواش وآخر، نظر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال لدعوتي؟ قال بلى، أو قالت بلى؟ قالت خذها يا رسول الله ما تشاء لدعوتك. قال وما المقابل فيها؟ قالت مقابلها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم. شفت القابلية الداخلية الموجودة على نوع من أنواع القابليات. نروح ناخذ مثال آخر. أبو جهل كان تحت سيف ابن مسعود، كان تحت سيف ابن مسعود،
يا أبا جهل إما أن تدخل الإسلام أو تقتل. قال يا أبا مسعود إن عزمت على قتلي فريقا هناك ضربان أطلبك بهما. قال وما هما؟ قال إن عزمت على قتلي فعد لصاحبك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الرسالة. يقول لك أبا جهل أنه لم ولن يدخل الإسلام ولو كان على قطع عنق. ما رأيك الإسلام؟ هذا طلب واحد. وشنو طلبك الثاني؟ قال طلب الثاني إذا أردت قتلي وعزمت على قتلي فقدني من قبال شعري من مقدمة الشعر قدني إلى الأعلى وكلما احتسست في منحري وقطعت من الأوذاج ارفع رأسي إلى السماء. قال له أبو جهل تعال ليش هاي الطلب أنت رايح بقتل هذا رايح نقتلك. قال لا أريد أن أموت وأنا مرفوع الرأس ما دخلت الإسلام ولا أعرف. أخذت المثالين ولا؟ إذا هناك قابلية وهناك قابلية. هناك قابلية إلى نحو معين وهنا اتجاه مغاير للاتجاه الأولي. إذا ما هي القابلية؟ قال هي القدرة الكاملة في قلب الإنسان وفي فكر الإنسان لا يمكن تفعيلها إلا بالفعل. يعني هو موجودة من داخل تحتاج إلى التفعيل تحتاج إلى التحريز من أجل الانطلاق فتتحول تلك القابليات إلى ملكات في الإنسان توصل إلى ملكات بس تحتاج إلى التفعيل تحتاج إلى الترتيب فتصل إلى ملكات الإنسان. إذا وهل أن هذه القابليات الموجودة عند الإنسان موجودة لدى عمر لدى زيد متساوية؟ قال بلى. قال وما دليلك على هذا؟ قال قول الله عز وجل فما خصص فيها أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. ما قال أنا هديت السبيل هذا إلى زيد وتركت عمر أو عمرو. لا والله أنا لا سقتها إلى الجميع فالهداية إلى الجميع فجعلت لها طاقات من القابلية داخل فكر الإنسان تحتاج إلى التفعيل فيمكن لك التفعيل بها في مدارك الفكر والفهم فتنطلق فيها بالتحفيز الداخلي بالمنطلق الداخلي وهي الجهل وأصل الإنسان وفطرة الإنسان. شوف شلون قال تحتاج فيها إلى التفعيل. إذا وهذه قابليات الإنسان الموجودة وصلنا على أن هناك قابليات الإنسان. قال بالموعظة التي يتعظ بها الإنسان تفعلها. قال بالعبادة إذا عبد الإنسان تفعلها. قال بالقبول فإذا قبل الإنسان ورضى بما يقدره الله ويعطيه الله إذا فعلها إلى آخره من ذلك الأمور. قال بمجرد أن ينطلق الإنسان في هذا التفعيل إذا يصل إلى مرامه يصل إلى المنتهى يصل إلى المراد في أمره. قال هذا أمر التفعيل. لكن مولاي إذا كانت القابليات موجودة عند الإنسان وهي معاصرة إلى جبلته وأصله إنا هديناه السبيل نرجع مرة ثانية وفيها نوع من نظر البصيرة عند الإنسان تفعيل الفكر الداخلي. قال إذا من يعص الله عز وجل لديه القابلية أم لا؟ قال لديه القابلية. قال إذا كان عليه فيها معرفة القابلية ووجود القابلية إذا نسأل سؤال آخر مولاي. إذا ما يتجه الإنسان رحمه الله من ذكر قائم على بيت محمد فقال صلى على محمد إذا الإنسان وصل إلى مبتغى ومنطلق غير مرغوب في طريقه علما بوجود القابليات النفسية القابليات الفكرية القابليات العقلية إذا ماذا يصدق على من يعصي الله فيها؟
أو هل أن هذه القابليات التي لم تفعل بداخلك هي من الله عز وجل أم هي من العبد؟ أم اشترك الله عز وجل فيها والعبد؟ هذا السؤال احنا ما نقدر نجاوب هذا الجواب. نرجع إلى أبي حنيفة النعمان المؤسس للمذهب الحنفي وهو من كبار علماء السنة. دخل على الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأول ما التقى بالإمام الصادق كان ابن 7 سنوات. قال يا ابن رسول الله أسألك أم أؤجل السؤال حتى قدوم والدك الإمام الصادق صادق أهل البيت؟ قال يا نعمان نحن كبيرنا وكبيرنا وصغيرنا لا يخيب سائل، عندك سؤال اسألني. ريح فيها. قال يا ابن رسول الله لدى الإنسان ملكات ولدى الإنسان قابليات لكنه يعصي. قابليات موجودة لكنه يعصي، أو أن المعصية من الله أم هي من العبد؟ على من تكون هذه؟ قال إذا نشقها يا أبا حنيفة النعمان إلى 3 أمور. قال وما هي تلك الأمور؟ قال الأمر الأول يا أبا حنيفة النعمان إذا كانت المعصية من الله عز وجل يعني على النحو السماوي فلا يجوز على القوي العادل أن يعذب الضعيف العبد فيما لم يكتسب، ما اكتسب شيء فهو غير جائز على الله عز وجل. فمن عبد الله عز وجل أنه يظلم عبده فيها؟ لا، ما يكون ذلك الأمر يا أبا حنيفة. قال نعم الرأي رأيك يا ابن رسول الله. قال هو واقع وليس رأي، لا تقول رأي تغير، قل هو واقع. قال واقع يا ابن رسول الله. قال وإذا كانت المعصية مشتركة بين الله وبين العبد ونحن نعلم يا أبا حنيفة النعمان على أن الله عز وجل هو الآمر، ما يشور بها عبد، هو الآمر فيها، فكانت المعصية مشتركة بين الله وبين العبد والله هو الآمر والله هو الناهي والعبد هو المنتدب بطاعة الله وبأوامر الله، فلا يجوز على القوي أن يعذب الضعيف فيما اكتسبا، يعني الاثنين ما يمكن. قال نعم كان قولك صحيح. قال وليس هو بقول، إنما هو واقع يا أبا حنيفة، لا تغير بعد. قال إن رأيي ما قبلت، لا قول ما قبلت. قال القول يتغير، إنما هو واقع. قال نعم نعم الرأي رأيك يا ابن رسول الله. ورد رجع إلى مرة ثانية إلى نعم الرأي رأيك يا ابن رسول الله. قال ليس هو برأي، لا تدخل متاهات، هو واقع. أيضا رجع إلى آخرها فقال وإن كانت المعصية من العبد فهي منه بلا شك بقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهي من العبد بلا شك، فإن عذبه الله عز وجل فبما اقترف، وإن عفى عنه فهو الغفور الرحيم. قال وصلت يا ابن رسول الله، عرف واحد كل كرامته. إذن مواضع القابليات عند الإنسان إما أن يكون جوانبها قابليات للشريعة والإسلام وإلى الصواب والصحيح، وإما أن تكون لا مغاير إلى هذا الوضع. لذلك هذه القابليات تحتاج إلى مد وتفعيل. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إني لم أخرج أجرا ولا ظالما ولا مفسدا ولا مضرا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. بمعنى على أن القابليات الكاملة تحتاج إلى تفعيل، فلا بد لي أن أفعلها أنا. فحركات الحسين منطلق الحسين عليه السلام ما كان انطلاق شغل الإمام الحسين، ما رفع صوت على إنسان
ولا رفع سيف على إنسان، لا والله، بل أن ثورة الإمام الحسين ثورة كاملة، ثورة سلمية كاملة. والله الإمام الحسين ثورته ثورة سلمية كاملة. إنما الذي هو يزيد بن معاوية بالطير، ابتدأ يزيد بن معاوية بالضار، ابتدأ يزيد بن معاوية بالعداوة. وإنما الإمام الحسين لا، ما يحتاج إلى هذا كله، فأراد أن يفعل هذه الملكات الموجودة، القابليات الموجودة، فحفزها الحسين بتلك الثورة. قال: إن كان دين محمد لن يستقر إلا بقتلي يا سيوف وديني، ما يحتاج فيها بعد، كان هذا المطلوب فيها. لذلك أول ما امتلك الحكم يزيد بن معاوية أراد أن يغير من الواقع الإسلامي الحسين، أراد أن يحفز الملكات والقابليات في الإنسان من أصله وجبلته، فأراد أن يأخذ البيعة الطوق الأكبر. البيعة هو طوق يطوق بالإنسان في عنقه، بمجرد أن يخالف الإنسان البيعة يقتل أو يزج به في السجون. فالإمام الحسين له منطلق التحفيز، منطلق التعبئة الإسلامية الكاملة. فلو كان تحت جلباب يزيد بن معاوية لما انطلق الحسين بهذا المنطلق الصحيح. فلذلك أودع رسائله إلى الوليد بن عتبة والي المدينة أن خذ البيعة من أهل المدينة وركز على الحسين بن علي، فإن لم يقبل البيعة فاقطع عنقه. الوليد بن عتبة شسوي أخذ الكتاب يقلبه، يضعه جانبا ويرفعه بأخرى. هذا الحسين بن علي، هذا قوام منهج رسول الله، هذا الدافع إلى منهج الرسول، هذا ابن الرسول، ابن رسول، ابن بنت رسول الله، هذا فرح رسول الله. وهذا يزيد بن معاوية ما أن الصادع، فبعث إلى مروان بن الحكم لعنة الله عليه. أتى مروان بن الحكم: إيش عندك يا وليد بهذه الساعة تستدعيني في منتصف الليل؟ قال: يا مروان، دونك هذا. فقرأ ما قاله يزيد بن معاوية، قرأ، قال: نعم، ما كذب يزيد بن معاوية وما افترى، فهو أمير فوجب على الناس طاعته. قال: والله قد كذب وكذبنا. قال: شلون يا ولي؟ قال: فإن الخلافة أحق لابن بنت رسول الله وليزيد بن معاوية. قال: يا ولي، دعك من هذا واستدع الحسين كي يبايع، فإن أبى فسيفي يلطخ بدمه، أنا لا أراضيك به، لكن فابعث ليزيد بن معاوية بمكتوب على أن من قتل الحسين بن علي هو مروان بن الحكم في دمشق. احتاج جائزة العسل. بعث الوليد بن عتبة إلى دار الحسين عليه السلام، والليل هوات، وفي ظلمة الليل طرق الباب، خرج الحسين. من الطارق؟ قال: أنا رسول من الوليد بن عتبة بالبيعة، أو هذا كتاب إليك. أخذ الإمام الحسين، فتح ذلك المكتوب، وإذا به قصد البيعة. وعليك يا ابن رسول الله الامتثال في الحضور هذه الساعة، يعني هالساعة كم؟ الحسين اشتغل، ترى فخر المخدرات زيزة ما يرضون عليها وما يحبون يزعجونها زيزة، والليل هواد. قام الحسين بالحسيس على دور الأحبة، يطرق باب، وأول باب طرق أخي وعمد أبو فاضل عباس. العباس يسمع صوت الحسين، قام مسرعا على عيني: مولاي أبو علي، واقف عداري، آمرني مولاي، آمرني سيدي، خايمكم العباس.
قال لي أبو فاضل عودت صوتك شوية لأن سمعت زينب ترتاح. بني علي، قام علي الأكبر. بني جاسم، قام جاسم. أخي محمد، قام محمد. بني زين العابدين، قام زين العابدين. قال اجتمعوا يا شباب، إن يزيد أو إن مروان بن الحكم ووليد بن عتبة بعثوا في هذه الساعة من أجل البيعة، وأنا قاصد لهم أريدكم وياك. قالوا أبو علي إحنا نخليك، والله ما نخليك يا أبو علي. إني شوية ارتفعت الأصوات، فتحت عينها زينب على صوت العباس. قامت زينب مسرعة، أبو علي إلى وين رايح؟ قال يا زينب هوني ما عليك يا زينب، عودي إلى ذلك، ترى الوليد بن عتبة بعث إلي من أجل البيعة. قالت أبو علي دقيقة واحدة، دخلت إلى دارها وأخذت رداء السهراء ورمته على نفسها. شو إياكم يا أبو علي وأنا أوقف خارج الدار؟ قال زينب عودي، عودي يا زينب، رايحين عندي رجال، عندي أبطال، عندي أبو فاضل، عندي الشيخ محمد، عندنا. لا تخافي يا زينب. صاحت أبو فاضل تعال. قال عيني إيش زينب؟ أمرين يا زينب. قالت أبو فاضل ترى ما وصيك على الحسين. أبو فاضل ما وصيك على الحسين، الله الله بالحسين يا أبو فاضل. قال أخي لا توصيني، الحسين بعيني، الحسين بقلبي. قالت بني يا علي تعال، فلان تعال. صاحت روح أخي محمد بن الحنفي، أنت على يمين الحسين، أخي أبو فاضل أنت على يساره، أخي عبد الله أنت من أمامه. يا شباب أحيطوا بالحسين من كل جانب وموكانها، ترى عمتكم زينة بتروح تبيت بالبرون دون الحسين، ترى على عينه على رأسي. خرج الحسين، وصل إلى وليد بن عتبة، أمر الرجال بالبقاء خارجه، وقفوا الرجال والأبطال كلهم كاشفين الرؤوس، عسيرين الرؤوس، واقفين عند دار وليد بن عتبة. طرق الحسين الباب فدخلوا فأمروا بالدخول، دخل الحسين سلم فلم يرد عليه جوابه، ووقف. فقال الوليد بن عتبة يا ابن رسول الله، هذا كتاب من يزيد بن معاوية أمرنا أو يأمرك بالبيعة. قال يا وليد بن عتبة كيف تكون البيعة سرا ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون، أينا أحق بالخلافة؟ قال نعم الرأي رأيك يا ابن رسول الله. قام مروان بن الحكم قال يا ابن رسول الله، يا حسين تبايع هذه الساعة وإلا قطعت عنقك، قطعت رأسك. فوقف محاذاة إلى الباب، قال أتهددني يا ابن الزرقاء أو مثلك من يهددني؟ والله لقد أججت بيني وبين صاحبك حربا طويلة. رفع الحسين صوته، تعرف صوت الحسين مولاي. بقول لكم حاجه مولاي، ترى اذا نزلت عند الحسين وهناك صاحب حسين هلا بشيعتي، اذا رفع صوت الحسين هلا بشيعتي، ترى العباس يوهم بعد يتلقاك وياه. الحسين رفع صوته، الله اكبر، سمع العباس صوت الحسين. انطلق العباس عند الباب، فتح الباب، صاح لبيك أبا عبد الله. أولا يقولون ما أن نظر الوليد بن عتبة العباس شهر السيف، احتمى خلف الحسين واحتمى مروان بن الحكم. نظر الحسين إلى العباس وشوف السيف مشهور، وحسين من شاف البطل والسيف مشهور، نادي ودمعاته على خدينه الثور، ويصيح سيفك بغمض الايام، مدخول يومك في محال الغادرين. يقول له مولاي شلون محال الغادرين؟
مو هذا اليوم يومي. قال لي لا إلك إلك يوم ثاني. ها قال لي عتنا على مابو على خليه دا قلبي نادى ودمعات على خدودي منها خل الشجاعة يا عزيز اليوم خلها إلا يوم الرباب تجيك متحيرة بطفلها عطشان ومن العطش جبدة من فريه ثاني على من جاسك ذيب التي تنادي صاحت يا عم من العطش دايب هذه علاماتك يا ابو فاضل. يقول فأبعد الحسين عن تلك الجماعة خرجوا بالحسين ورجعوا إلى الدار ما إن وصلوا عند باب الدار إذا بغمامة سوداء وقف عند الباب تنتظرهم. يقول تقدم العباس تقدم الحسين وإذا بزينب واقفة تنتظر الحسين متى يرجع لها. يقول ادخلها الحسين إلى الدار يقول فهدأها الحسين نظر إلى العباس أخي يا عباس أنت ابقى مع زينب وارجع الإخوان إلى دورهم. يقول له مولاي لو أنت رايح قال خليني شوي أروح أجلس ويا أهل القبور هناك أروح أشكي حالي لهم. قال إذا وين قاصد؟ قال قاصد إلى قبر رسول الله هناك شوي ألخي عنده وأبشها أشكي حالي عند رسول الله. يقول توجه الحسين إلى قبر رسول الله وهي ساعاتك مولاي ويا الحسين. وقف عند القبر رفع عمامته وضعها على شاهد القبر وضع كلتا يديه على قبر رسول الله صاح السلام عليك جداه يا رسول الله أنا فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله فقد ظلموني فاشهد عليهم يا رسول الله فقد طردوني وضع خده على قبر رسول الله شيع موالين وإذا بالحسين قد أخشي عليه على قبر الرسول. بينما هو كذلك وإذا بقبيل من الملائكة أقبلت معهم رسول الله عليه وآله وسلم هذا والرسول فاتح الباعه فارتبى الحسين على رسول الله وينادي آهم يا جداه يا رسول الله جداه لقد ظلمونا بني يا حسين اعلم أن لك درجة لم تنالها إلا بالشهادة نادى ضمني عندك يا جداه في هذا الطريق إلى مجلسك مولاي وعندك الحسين لا تبخلها ترى ما تدري لا تبخل بهاي المجلس. تدري ليش مولاي؟ لأنه ويا الحسين لين بقيت ويا الحسين ترى قبر الزهرة لما شفته توقف على قبر هاي الساعة قبر الحسن لين ما قدرت توقف عندك ترى بتوقف ويا الحسين ها ضمني عندك يا جداه تراها عافرا منجلي وكأني بلا
قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الولد يا حسين وتوجه الحسين والداح قبر جده رجع والقلب مرور يا مرابة الزهرة يا من ولت المجهود تمرغ على الرضا وقلبه من الوجدان الرسول هناك واضع ايده على قلبه وصل عند قبر الزهرة واضع ايده على راسه لكن توجه الحسين صار تغير موضوع يد الحسين واضع يده على خاصرته تدرون راح مولاي انا ما اريد اختم لك هذا المجلس الا لازم اوقفك على قبر الحسن شوي لاني جاني واحد وقال لي مولاي لما ختمت المجلس وما وقفت الحسين على قبر الحسن يقول احنا محرومين وتحرم الحسين يوقف على قبر اخوه تخسر على قبر العبيد ويعلم الله يعلم ان بحزان قلبي وساح وضيعت الله قبرك وقبري
يسعر مهيب أنا يدور المجد لا تخليه أكو واحد واقف داخل الدار ها؟ واحد علي واقف داخل الدار يوم سمع الحسين يقول هذا الكلام انكب على وجهه نادى يدور المجد الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء والتسعة المعصومين من ذرية الحسين أن تفرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إلهي من هو طالب حاجة في هذا المجلس فاغفر لهم حوائجه بحق قاضي الحوائج أمير المؤمنين يا رب العالمين يا الله من كان مريضا وعنده مريض فداوي اللهم بدوائك وابعده عن بلائك بحق مريض كربلاء زيد العابدين من كان عنده مسافرا أو غائبا رده إلى أوطانه سالما غانما لا فاقدا ولا مفقودا إلهي اللهم فرج عن جميع المعتقلين والأسرى فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين لا سيما أسرى المظلومين من أيدي الظالمين يا رب العالمين يا الله اشمل الظالمين والظالمين والقاتلين والقاتلين جماعة الحاضرين اللهم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بمن مؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع تقبله اللهم منا ومنهم بخير قبولك يا أرحم الراحمين وإلى موت الحاضرين ومن مات على الإيمان والشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة المباركة تسبقها صلوات.